تشكل الجبال أهم هذه الملامح روعة وإثارة وإبداع. هذه الجبال رغم قساوتها تنبض بالحياة، فعلى سفوح هذه الجبال أقام سكان حياتهم بالزراعة والرعي، ونحتوا الجبال بيوتا من الحجارة. فمن الارتفاعات الشهيقة للجبال تبدو القرى الجبلية بروعتها وهي تتدلى في الأسفل، حياة ضاربة في القدم تعود سكانها على الصبر والجلد. بالعزم والإبداع أقام السكان هنا لأنفسهم حياة خاصة في أكناف الجبال، وتأقلموا مع هذه البيئة القاسية. ملامح الوجوه الجبلية المعبرة المشحونة بالحياة تتحدث عن الخبرات الإنسانية المتوارثة في جبال عمان. نقضي في الجبال هذه ليلة. الجبال هذا. ونشل الحطب إيه؟ من الجبال. مزج من الجبال. مزج. نعم. ولا ليمة. ليمة. نبيع حطب بليمة. ونبيع حطب بدبة. ونبيع حطب راس خيمة. لقى كثيرات راس خيمة. الحومة. الزمون. معنا. احنا المعيشة الذي خالقين مخلوقين اليها. مخلوقين الاقواب. وقلش الصمر هذا صمر يابس. يابس. نقصه. ونقربه. نحن الجبال منه اركاب منه. نقضي في الدرجو. ركاب أبوي ثلاث أربعة مشبك تقذف بها الجبال هذا ونشل بها حطب بليمة من أول وما مشتعيشين يعني لا الصمرة ولا الواب ولا الدباشن هذا الذي الحيوانات الذي ما أنا حد ما حي شيء حد ما شيء. ومن واقع هذه المجتمعات يمكن قياس مدى تأقلم سكان الجبال مع البيئة الطبيعية. إن هذه القرى تمكنت من المحافظة على هويتها الأصلية بعيدا عن التأثيرات المدنية. سيروا عبر وسيروا البلد على حمية، مرات بحمل عصا، مرات في الليل يوم وصلوا هناك عادوا خطفت عليهم سيارة في الشارع ركبوا ساروا حطوهم مرة هناك من شالينهم رفعوا مرة حميرهم شعوا مرة وكذلك نعم عايشين. اليوم يمكننا مشاهدة أثار حضارة تمتد لخمسة آلاف سنة في جبال عمان، ومن الواضح أنها كانت حضارة نشطة بسبب تجارة النحاس المستخرج من الجبال المحيطة إضافة إلى الزراعة. تظهر براعة سكان الجبال القدامى في البناء والعمارة واضحة جلية في أبراج المدافن الدائرية التي شيدوها فوق وعلى حواف الجبال منذ الألف الثالثة قبل الميلاد. بين هذه الجبال والجروف الصخرية تبدو الحياة قاسية الملامح حادة المزاج، إلا أن إرادة وتصميم سكان الجبال وعلى أجيال متعاقبة في استغلال التربة الصالحة للزراعة على المنحدرات وإيجاد مجتمع زراعي مستقر يؤمن لسكانه الشروط الضرورية للحياة على هذه السفوح الجبلية. مما يزيد من جمال القرى الجبلية الحركة اليومية لسكان الجبال، وهم يباشرون أعمالهم بين الحقول الزراعية. فمن تقاسيم وجوههم تظهر عزيمتهم التي سخروها للحفاظ على هذه الأرض،
ومن همم نشاطهم نعايش اليوم أحد أجمل المدرجات التي خلدوها. ما زال السكان هنا يحرصون على زراعة مختلف المحاصيل الموسمية التي كانت تزرع منذ مئات السنين. هذا مجعول لنا معيشة، ما أنه معنا عريض في مكان ولا مزارع في مكان ونسير. طول حياتنا هنا، الله يعلم أن طول حياتنا هنا، وأن نبعد يوم تجي تنجز الحياة نروح مكان غير. ربك يعلم. معنا هذا المنطقة معنا اسكن مال رعي حيوانات، وهذا مال مزارع، المزرع هذا الثاني العالي هذا نزرع فيه البر موسم الشتاء، بر موسم الحر نزرع ذا ذرة حق الحيوانات، وبصل معنا نزرع هذا جنسه موجود. القمح أهم وأقدم المحاصيل الزراعية التي عرفها الإنسان. تعد زراعة وحصاد القمح من المواسم المرتبطة بالكثير من العادات المتوارثة التي يمكن مشاهدتها اليوم في القرى الجبلية. إن اعتدال درجة الحرارة وتوفر المياه من الخصائص التي ساعدت على تنوع المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة في المساحات القليلة المنتشرة بين الجبال. مع حيوان على الحيوان، وما عنده حيوان مزرع، هيسوي بر وهيسوي بصل وهيسوي ثوم ويتعيش، وبو عنده حيوان صار عنده حيوان ومتلاقي بالحيوان ويجي يسقى بالفلل. هذا الزمن الأول. أما التو ما حد يعاود زرايا، عاد بس يسقي النخيل وبس، مثل اللوم مثل المحاشي مثل كذا عاد شياء فيها. منظر الأصيل وانحدار الشمس إلى مغربها أبدع منظر يمكن مشاهدته في أعالي الجبال. بعدها تنام القرية وتغرق في صمت عميق. مع إشراقة الفجر في أفق الجبال يبدأ يوم جديد، حتى إذا برزت الشمس من خدرها ومسحت جبين الطبيعة بأشعتها الذهبية دبت الحياة في الجبال. اليوم أصبح منظر مشاهدة الأطفال وهم ذاهبون إلى المدرسة في الجبال بكل شوق وبراءة منظرا مألوفا بعد أن فتحت الحكومة المدارس في هذه التجمعات السكانية من خلال سياسة نشر التعليم بين أبناء سكان الجبال لما يتلائم مع واقع البيئة والمجتمع.
مع التعليم النظامي في الجبال تم افتتاح مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار لمن فاتتهم فرصة التعليم، حتى تشارك المرأة كأم وزوجة وربة بيت في مجتمعها المحلي وتتزود بالمعارف الضرورية والخبرات المهنية. أخيراً انتهى اليوم المدرسي، وعلى الأطفال أن يشقوا طريقهم مشياً على الأقدام ليصلوا إلى منازلهم الجبلية ليكملوا يومهم مع حياة القرية. على غير موعد تتعرض الجبال لعواصف وأمطار غزيرة، حيث تمتلئ الأودية وتتدفق كالأنهار. بهطول المطر ينتشر الخصب والنماء في الجبال وتتغير مظاهر الحياة، حيث تبدو الأرض مزدهرة بظهور الأعشاب والنباتات الرعوية التي سرعان ما تملأ المكان. الأمطار لها أهميتها البالغة لحياة سكان الجبال، لأنها تسهم في تحسين نوعية حياة السكان. فالأمطار توفر لقطعان الماشية مساحات من المراعي الطبيعية والشجيرات الرعوية النادرة. من المألوف هنا أن يخرج الرعاة للرعي حتى منتصف النهار، بعضهم يخرج حتى الغروب. أي صوت يصدر عن قطعان الماشية هنا تتلقفه الجبال ليتردد صداه عاليا في رحلة صعبة إلى منحدرات خطيرة بحثا عن العشب. هنا أنظمة تقليدية لإدارة المراعي قام بتطويرها سكان الجبال عبر مئات السنين. لعل أهم هذه الأنظمة هو نظام المحمية، وهي مناطق محدودة يمنع دخول حيوانات الرعي إليها، مما يساعد على إتاحة الفرصة لنمو الكلى بعد سقوط الأمطار، خاصة في فصل الربيع. ومعظم المحميات تقع في الجبل الأخضر وتمتاز بقوانين صارمة تحكمها. ومن العقوبات الرادعة لهذه المراعي فإنه في حالة تسلل الخراف والماعز إلى داخل حدود المحمية يتم تغريم صاحبها بدفع مقدار معين من المال، ثم يذبح الحيوان ويفرق لحمه على أهالي المنطقة. إن الأنظمة التقليدية البسيطة هذه تضمن استمرار توفير الغذاء للماشية
وتحفظ العديد من النباتات البرية. تنتشر زرائب الرعاة في مناطق متفرقة من السفوح الجبلية، وقد استفاد الرعاة من الكهوف والمغارات المنتشرة في إقامة زرائب مناسبة لقطعانهم. تمتاز هذه السلالات من الماعز بالشعر الطويل والألوان المتعددة، لذا ارتبطت حرفة النسيج في الجبال بحرفة تربية الأغنام، فمن صوفها الناعم يتم غزل ونسج أجمل القطع الفنية، والأشغال المنتجة في الجبال تتم بمهارة فائقة. لا مكان للفراغ لدى سكان الجبال، يتم غزل الشعر وجعله في شكل خيوط ليكون جاهزا لعملية النسيج، حيث تستخدم هذه المغازل التقليدية خاصة المغزل المعلق، ويتم تجميع الغزل في شكل كرات. رؤية المغزل في أيدي السكان بات أمرا مألوفا هنا للمتجول في المنطقة، وقد تم حفظ أسرار هذه الحرفة عن طريق الخبرات والمهارات المتوارثة. كان الحال نتيجة صبيغة حمراء، نسجع صوف البيض في صبيغة الحمراء يكون غزل مثل هذا اللي غزلناه، ونشفه في الشمس. بعد يومين ردينا شبيب عقينا عندنا في المنسجة، نسجنا تينا لحف حف كبير نسجنا في يعني من البعض نسوي لها يعني صبيغة صفرة أبعد الرعلة وننسج عليها. متعوشين يعني قبل شيابنا وإجدادنا منه هذا. فما تنتجه الأنامل العاملة في النسيج فوق هذه المرتفعات يعد من أفضل الأنواع لكونه نتاج الخامات المحلية في الجبال. نسويه سياح، سياح في الأول من أكورشين من أثلاثة وخلاف داراً يطلعن وصلاً إلين حدهن ثمانية، من ثمانية كلوش وعجاي أفوك ما شيء.
قريب عندنا في هذا العصر ما تفيقنا له، والسبيغة نضعت ما وجدناها، ما وجدناها عندنا هذه السبيغة. سياحة ثلاث أنواع، شيء منه نسوي ما في سب، نسوي عرناج، شيء بياض، شيء سود، شيء مكرونة، هذا صوف مكرونة وحده. بعد أن شقت الحكومة الكثير من الطرق في القرى الجبلية أصبح الوصول إليها سهلا، إلا أن الوسائل التقليدية في التنقل بين المنحدرات الشديدة ما تزال تعتمد على الدواب في إيصال المؤن إلى الأماكن التي يتعذر الوصول إليها بالسيارات. تتدفق المياه من العيون الموجودة في أعالي الجبال وتنساب بانحدارها الجبلي في قنوات مشكلة أحواضا وشلالات صغيرة تسر العين لمنظرها، حيث يتم شق القنوات المائية وسط المنحدرات لتنحدر المياه في قناة متعرجة، ومن ثم يتم تجميعه في حوض مائي كبير ليستغل بعدها في ري المزروعات التي تتوزع على المدرجات والتقسيمات الزراعية. مع تفتح زهور النباتات الجبلية ينشط نحل العسل الذي يقوم بجمع الرحيق من الأزهار، فالعسل في الجبال مميز في مذاقه وجودته لخصوصية مراعي النحل من أشجار الجبل الطبيعية المنتشرة. في القرى الجبلية نحالون يتمتعون بمهارة فائقة في رعاية خلايا النحل، فقد عرفوا سلوك النحل وأساليب تربيته واستئناسه. يعيش في جبال عمان نوعان من أنواع النحل الأربع الموجودة في العالم، حيث تطورت عبر القرون مهارات كبيرة لدى سكان الجبال في تربية نحل العسل. فالسكان هنا يربون خلايا النحل في جذوع النخيل المجوفة تسد بواباتها بألواح صخرية دائرية، مستخدمين مزيجا من الرماد والطين لسد الفتحات عدا فجوة في الأسفل تترك لدخول النحل وخروجه من الخلية. Thank you.
يتم جمع العسل مرتين في السنة بعد إزهار أشجار السدر في بداية الشتاء وإزهار أشجار السمر في الصيف. العسل إلا ثلاث موسمين، موسم البرم وموسم السدر. الساح شيء قليل يعني يسوي، لكن هذا الساح يعني ما يسكن، ما واجد إنه يسوي في موسم البرم. بعدين صرح هذا الزمان ما يستفترى هذه السنين صرح يعطى شيء بوطواق، لكن البوطواق ما يتسوى كم هذا، لا ما تستوى صندوق بوطواق، يعني لازم تبقى أما في شجرة ولا في بيت من ما الجبل. تنمو في البيئة الجبلية العديد من الأشجار والنباتات الطبيعية. لقد تكيفت هذه الأشجار مع البيئة القاسية في الجبال عبر آلاف السنين، وأصبح بإمكان هذه الأشجار أن تقاوم الجفاف وتمثل جزءاً من الأنظمة الحياتية الطبيعية التي مكنت الإنسان أن يعيش هنا، لما توفره من الغذاء للحيوانات واستخدام أخشابها كوقود وفي بناء المنازل. أشجار الجبل تنمو في المناطق المرتفعة، منها أشجار الزيتون البري الذي يعرف محليا بالعتم، وهي أشجار دائمة الخضرة متوسطة الحجم ترعى الماعز على أوراقها وأغصانها الصغيرة. شجرة العلعلان وهي من الفصيلة الصنوبرية، أوراقها مدببة ولها رائحة طيبة زكية. يصل ارتفاع شجرة العلعلان إلى 20 مترا، وهي أشجار كبيرة معمرة ذات أشكال قبابية وهرمية. نبات الزعتر الجبلي برائحته النفاذة الزكية هي نبتة كثيفة الأغصان والأوراق، تنمو وتزدهر بعد سقوط الأمطار. يقطع سكان الجبال أغصان الزعتر من الأعلى بحيث لا تتأثر جذور الشجرة، وتتم عملية القطع برفق وبطريقة سليمة. والزعتر من النباتات ذات الفوائد الطبية، ويستخدم في الأدوية والعلاجات المحلية. فيها بوت، فيها نمت، فيها شحس، فيها هذا عتم، قلحيان، هذا الشجر مو داخلها. البوت شجرة واسعة الانتشار في الجبال العمانية، أوراقها صغيرة، تتجمع أزهارها البيضاء في عناقيد متقاربة. أما ثمار البوت فتشبه حبات الخرز ومائلة للسواد وصالحة للأكل، تجمع ثمارها وتباع في الأسواق. البوت وعتم وعلعلان وقصم، لكن هو بالحقيقة يعني البوت الذي هو من أشجار الجنة الذي نعتش منه احنا وحيواننا، وبالحقيقة يعني حاشمينه يعني هذا البوت مثلا إنسان يعني يأخذ منه كنامة، نقول إحنا كنامة يعني يأخذ عود له يكسره على الهوش ويعقه على هوشه، جاء نفر ثاني ما عجبنا يتعوق من هذاك الهوش ويذبحهن تحت الشجرة هذيك بالذي مأخوذ منها من البوتة، وينقع الصايح حتى أن يحتضره ويشتافه يعني الناس إن مذبوح سخل هذاك من شان العود هذاك الذي مقصوص.
الورد من المحاصيل الهامة في قرى الجبل الأخضر. يقوم المزارعون هنا بزراعة شجيرات الورد على مصاطب الجبل، وتعد صناعة ماء الورد واستخلاص زيوت بعض النباتات من الحرف الاقتصادية في الجبل الأخضر. تعتمد الزراعة هنا على بناء المدرجات وتكوين الحقول الزراعية الصغيرة، لأن الانحدارات شديدة ولا تتوافر مناطق سهلة كافية لتشكيل سهول زراعية واسعة، مما فرض على سكان الجبال إلى ضرورة إقامة المدرجات بشكل يتوافق مع الإمكانات المتاحة لتوافر التربة الزراعية بغض النظر عن درجة الانحدار السائدة. وهذا يشعرك بقوة الإرادة عند المزارع في بيئة جبلية قاسية. يظهر التداخل والتناسق الجمالي في توزع وبناء المنازل الحجرية المطلة على منظر المدرجات الزراعية مدى دقة وهندسة التصميم المعماري والجمع بينهما. في هذه القرى يمكن معايشة تفاصيل الحياة اليومية وحركة الناس المحتفظة بالكثير من عبق الأصالة. لقد سارت عجلة التنمية والتطور في عمان بصورة سريعة من بداية النهضة الحديثة، شأنها في ذلك شأن بقية دول العالم. وقد غير هذا التطور الاجتماعي والمادي بدرجات متفاوتة نسق العادات وطرق ممارستها، لكن حياة سكان الجبال في عمان تقوم على تقاليد وممارسات ضاربة في القدم في تاريخ عمان. من الحمرة ترى إذا خلات الزمان خلات شل تبر كما قال صاحب مثلا خلات شل دهر من هنا إلى طرف البلد نقسمه قسمه. تبقى هذه البيئة الجميلة محتفظة بجماليتها وخصائصها مع سمات التغيير والتنمية الشاملة التي تشهدها عمان في جميع مناطق السلطنة. Money.